السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب بيربون، معاكم مستر فهد الخيطي. النهاردة إن شاء الله هناخد أول ليسون من ليسونز الألجبر للترم التاني، يا رب يكون ترم موفق. وبداية كده عايزين نتكلم كده كلمتين كده على السريع قبل ما نبتدي في شرح الدرس. الترم التاني معنى كده إن أنت عندك كمية أكبر وأفكار أكتر، فمش معنى كده إنك داخل ترم جديد فهتلاقي الحاجات أسهل من الترم الأولاني، لا طبعا. أنا مش بقول الكلام ده عشان بعقدك، أنا بقول الكلام ده عشان تعمل حسابك. عندك في الالجبرا طبعا فيها افكار وكلام من ده، بس ان شاء الله مع المراجعات والحل الكتير هتيجي تبص هتلاقي الموضوع سهل جدا، بس بشرط، وحط تحت كلمة شرط ديت 50 خط، لازم تفهم، لازم تفهم. عندك كمان الجيومتري، الجيومتري برضو فيها حاجات برضو كده، انت عندك اللي انت اخدته في الترم الاولاني هو بالظبط اللي هتاخده في الترم الثاني او الليسونز، وبعد كده بتدخل بقى على الايه بقية المسائل او الدروس اللي بعديها. واهم حاجه في الجيومتري انك تفهم، ومن فهمك انك بتكتب بروف، بس ده الجيومتري. وهنقول الكلام ده طبعا واحنا بنحل الجيومتري باذن الله. عندك في الترم الثاني ترم مضغوط، وانت عندك كمان الامتحانات قربت يعني اتقدمت، وعندك كمان شهر رمضان، وانت في شهر رمضان بتفرهد، محدش انت ما بتطقش حد في شهر رمضان، فانا مش عايزك تستنى لحد شهر رمضان وبعد كده تلاقي نفسك مضغوط، لا انا عايزك دلوقتي تستغل الوقت اللي هو قبل المدرسه ده، اي درس تخلصه وتحل التمارين بتاعته وتراجع دايما باستمرار، الدرس اللي تاخده تراجع عليه، تحله وتراجع عليه، تحل وتراجع، تعمل نفسك مراجعه كده كل 3 4 ايام على اللي انت اخدته في الاربع ايام دولت. عندك ماده الماس لازم تحل بايدك كتير، ما تستسهلش وتستخدم الكالكوليتور، لان بجد هتلاقي نفسك ضايع شويه، او هتلاقي نفسك دخلت في مرحله التشتت، مش فاهم حاجة، فاهم مسألة وسايب التانية، فاهم مسألة وسايب التانية، لا لا يصح إلا الصحيح، تفهم الفكرة الأساسية، أنت يعني مش أنت مش ضعيف للدرجة دي يعني، لا أنت تفهم الفكرة الأساسية وبعد كده هتلاقي الموضوع معاك سهل جدا. وأنا إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة يعني هشرح معاك بالبطيء البطيء البطيء، يعني بحيث أن أنت لو مش فاهم حاجة هتفهم، يعني هتفهم بإذن الله، بس أهم حاجة أنك تركز وتبعد نفسك عن أي مشتتات، ولا تبص على الفيسبوك ولا الاشعارات التليفون ولا الكلام ده، ولا تذاكر جنب حد من اخواتك ولا اي هيصه. انا عايزك تقعد مع نفسك كده كانه درس برايفت ليك. ولو انت حاسس ان مثلا لما تيجي تتفرج على الفيديو هتنسى اللي انت اتفرجت عليه، ممكن تقسم الفيديو لاقسام معينه او دقائق معينه مثلا، او افكار مثلا، هذاكر لحد الصفحه دي الاولى دي مثلا كذا، وبعد ما تذاكر تقوم ايه وبعد ما تتفرج على الفيديو وتفهم الفكره ممكن تحل الصفحه ديت في كتاب المعاصر، وهكذا وهكذا. خلاص يعني كل حاجه ولها حل، ما تقعدش بقى تشتكي والكلام ده، الحق نفسك، زمايلك بيسبقوك وزمايلك بيذاكروا فهم مش احسن منك، انت احسن منهم. خلاص كده، حاول تقدر نفسك وتحطها في مكانه تستحقها، ما تحطش نفسك في مكانه مش كويسه، لان ما فيش حد هيخاف على مصلحتك اكتر منك انت. تعالى كده نشوف اول درس بيتكلم عن ايه، يلا بينا. طيب نبتدي ان شاء الله كده، وزي ما قلت لك في المقدمه انا عايزك تركز في كل كلمه انا بقولها ومش عايزك تمل، وان شاء الله البدايه الصح ديت هتفرق معاك قوي. احنا عندنا هنا الليسون التايتل بتاع الفيرست ليسون في الالجبرا بيتكلم عن حاجه اسمها ريبيتد مالتيبليكيشنز، بيتكلم عن حاجه اسمها ريبيتد مالتيبليكيشن. يعني ايه؟ عارف انت لما اجي اقول لك مثلا 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 فاحنا هتقول يا مستر بنقول 2 تايمز 2 ايكوالز 4، برضه 2 تايمز 2 ايكوالز 4، 4 مالتبلاي 4 هيكون ايكوال 16، اقول لك تمام. بس احنا طبعا لو احنا عايزين نكتب النمبر ده، اولا ده دي معنى كلمه ريبيتد مالتبليكيشن، يعني في نمبر بنعمله تايمز اتسلف كتير كتير، تمام. طب احنا بقى لو عايزين بقى ايه نكتبها بطريقه ثانيه، يعني عايزين بميثود ثاني بحيث ان انا ما اكتبش الكلام ده، انا عايز اكتبها مثلا كتير زي ما قلت لك، نكتبها كده؟ لا، نكتبها ازاي؟ بيقول لك هنا ناخد منها 1 كده 2 وبنعدهم 1 2 3 4 ونقول هنا 2 باور 4، يعني معنى كده ان ال 2 ديت ان 2 ديت معموله تايمز اتسلف 4 تايمز. واظن الكلام ده انت اخدته في جريد 6، دي اسمها 2 تو ذا باور 4، او ممكن تقول 2 باور 4، يبقى اسمها 2 تو ذا باور 4.
او ممكن ان احنا نقول 2 باور 4. تمام. دايما بيكون الباور ده بيكون انتجرز، دايما بيكون ايه؟ انتجرز، وبيكون نمبر نوت ايكوال 0، ما بيكونش 0، لان انا قلت هنا مثلا 2 باور 0 في الحاله ده هيطلع لك بكام؟ ب 1. 2 تو ذا باور 0 هيكون ايكوالز 1، واحنا اخذناه في الفيرست تيرم. طب لو جيت قلت لك مثلا نيجاتيف 2 تو ذا باور 0 برضه هيطلع لي ب 1، لان اي اني نمبر باور 0 ايكوالز 1. طيب ده فكره الليسون. طب دلوقتي لما اجي اقول لك مثلا 3 اوفر 2 ملتبلاين 3 اوفر 2 ملتبلاين 3 اوفر 2 بيكون ايكوالز الايه؟ بيكون ايكوالز الايه؟ زي ما قلنا هنعملها بالريبيتد ملتبليكيشن، هنقول هنا هناخد منها 3 اوفر 2 واحده كده، وبنعمل باور كام؟ 1 2 3. 3 باور 3 ايكوالز 27، و2 باور 3 بيكون ايكوالز 8. equals ال 8، فبقى الانسر هنا 27 over ال 8. 27 over ال 8 بس. ده repeated multiplication. يبقى انت تخلي بالك في معلومة تانية ممكن اقول لك هنا ايه. لو انا جبت قلت لك مثلا negative 2 to the power 2. ماشي. negative 2 to the power 2. ولو جيت قلت لك برضه نيجاتيف 2 تو ذا باور 3، نيجاتيف 2 تو ذا باور 2، وهنا نيجاتيف 2 تو ذا باور 3، ايه الفرق من دي ودي؟ انت عندك كده النيجاتيف دي باور ايفن، الباور هنا بيكون ايفن نمبر والباور هنا بيكون اود نمبر، هتختلف طبعا في الساين. فلما اجيب لك هنا نيجاتيف وباور ايفن فالنيجاتيف دي بتتكنسل، لانها هتطلع بالبوزيتيف، لان ديت نيجاتيف 2 باور 2 يعتبر بيزيكلي نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2. نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوالز بوزيتيف 2 باي 2 بيكون ايكوالز 4. طب النيجاتيف ديت لما بتكون باور اود لازم يكون الانسر هنا بيطلع لي هنا نيجاتيف. لما يكون النيجاتيف باور اود لازم الانسر هنا يطلع لي ايه؟ نيجاتيف. 2 باور 3 ايكوالز ال 8، يعني 2 باي 2 باي 2 ايكوالز ال 8، فبيكون الانسر هنا هيكون نيجاتيف 8. equals ال 8. يبقى تاني انا عندي هنا النيجاتيف باور اود باور ايفن، يبقى النيجاتيف بتتكنسل، عشان مهمه جدا على فكره. وعندي النيجاتيف باور اود هيطلع لي هنا في الحاله دي يطلع لك بكام؟ بنيجاتيف 8. تمام كده؟ تمام. طيب في فكره برضو عايزك تخلي بالك منها، لو جبت لك قلت لك مثلا نيجاتيف 3 تو ذا باور 3. ركز في الكلام. نيجاتيف 3 تو ذا باور 3، احل ده الاول. ما تقوليش النيجاتيف باي نيجاتيف ايكوالز بوزيتيف، لا. نيجاتيف باور اود، نيجاتيف باور اود يبقى نيجاتيف زي ما هي. 3 باور 3 يعني 3 تايم 3 تايم 3، ما تستعجلش بتعملها بالكالكليتور. هتكون 27، قال لها ده لسه في كمان نيجاتيف بره هتكون بوزيتيف. يبقى نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوالز بوزيتيف باي 27. طب لما يجي نفس المساله نيجاتيف 3 برضو بس باور 2، النيجاتيف باور ايفن فالنيجاتيف دي بتتكنسل. 3 باور 2 يعني 3 باي 3 ايكوالز 9، والنيجاتيف دي بره فبتكون هنا نيجاتيف 9، فبيكون الانسر هنا ايه؟ نيجاتيف 9. تعال كده نشوف بعض الاكزامبلز كده. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لي فايند ايتش اوف ذا فولوينج ان ذا سيمبلست فورم. 2 اوفر 3 تو ذا باور 2 ملتبلاي 9 اوفر 4. هنا 2 باور 2 ايكوالز 4، 3 باور 2 ايكوالز 9 ملتبلاي 9 اوفر 4. طبعا انت عندك ال 9 دي تتكنسل مع ال 9 دي، 9 مع 9 لا ديفايد بيديني 1، و 4 برضه تتكنسل مع ال 1 دي بيديني في الاخر ايه؟ 1. يبقى الانسر هنا يطلع لك بكام؟ ب 1. طب هنا بيقول لي نيجاتيف 5 اوفر 4 تو ذا باور 2 ملتبلاي 2 اوفر 5 تو ذا باور 4. خلي بالك لازم اول حاجه هنا الساين لازم تشوفها الاول. انا عندي هنا النيجاتيف هنا باور ايفن فبتكنسلها، نيجاتيف باور ايفن بتكنسلها. 5 باور 2 يعني 5 باي 5 ايكوالز 25، 4 باور 2 4 باي 4 ايكوالز 16. ما تستعجلش وتستخدم الكالكوليتور، انت لو جيت تبص هتلاقي هم شويه ارقام اصلا ارقام انت بعد كده بتحفظهم اصلا، ما ينفعش كل شويه تستخدم كالكوليتور هتندم على فكره. ملتبلاي 2 تو ذا باور 4 بيكون ايكوال 16،
تمام. فبيقول لي هنا ايه 2 to, to the power 4 equals الايه 16. يبقى 2 power 4 equal 16 و 5 power 4. لما يجي لك ارقام كبيره ممكن في الحاله ديت ممكن ايه هعملها بالايه بالكالكوليتور، اعملها بالكالكوليتور يعني 5 باور 4 هتطلع لك في الاخر 625. هنكنسل 16 مع 16، ممكن تعمل دي بالسمبليفاي يعني 25 هنا ديفايد 625، هتعمل سمبليفاي 625 ديفايد 25 بيطلع لك على فكره 25، يبقى 1 اوفر 25 او ممكن نعملها على الكالكوليتور. طب هنا بقى في ديفايد وعندي هنا ميكسد نمبر، اكيد اكيد ان احنا نعمل ايه هنا، هنحول هنا نعمل كونفرت الميكسد نمبر ده تو امبروبر فراكشن. 2 باي 3 6 بلس 1 بيديني ايكوال 7، 7 اوفر 2 تو ذا باور 2 ديفايد، وهنا برضو نفس الكلام النيجاتيف بتتحط كده 2 باي 10 20 بلس 1 هيكون ايكوال 21 اوفر 2. تمام كده تمام ماشي. 7 باور 2 7 باور 2 يعني 7 باي 7 هيكون ايكوالز 49، 2 باور 2 هيكون ايكوالز 4 ديفايد براحتك خالص كده نيجاتيف 21 اوفر الايه 2. طب المسألة الديفايد ده كنا احنا بنعمل ايه؟ والله قدامك طريقتين، يا اما تعمل كروس ملتيبليكيشن يا اما بنخلي الديفايد دي تايمز، ودي برضو بنجيب الريسبروكال بتاعت الفراكشن ده والراشنال نمبر ده، يعني بنعمل ده تايمز كروس ملتيبليكيشن على طول 49 ملتيبلاي 2 ديفايد 4 ملتيبلاي 21 4 ملتيبلاي 21 نعمل كروس ملتيبليكيشن او بنعمل سمبليفاي 4 ديفايد 2 ايكوالز 2. طب 21 وهنا 49 دول طبعا موجودين في تايمز تيبل 7، 21 ديفايد 7 ايكوال 3، 49 ديفايد 7 بيديني ايكوال 7، بل الانسر هنا 7 اوفر نيجاتيف 2 باي 3 ايكوال 6. على فكره هو ده الصح. قلت له يا مستر هستخدمها كالكليتور، انا ما ببصش على فكره لحل المساله، انا ببص على تاسيسك، انا بحاول اسسك. الكلام ده مبني عليه حاجات تانيه كتيره، الكالكليتور من سيرها هتيجي في وقت كده هتلاقي نفسك مش فاهم حاجه، بس يعني براحتك خالص كده اهوت، وعلى الاقل مهلك هتيجي تبص هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا، حاول انت بس تجرب. طيب هنا هنفك كل براكت من ده، نيجاتيف باور ايفن دي بتتكنسل، 2 باور 2 ايكوالز 4، 5 باور 2 ايكوالز 25 ملتبلاي نيجاتيف باور ايف باور اود يبقى لازم تتحط نيجاتيف، 5 باور 3 يعني 5 باي 5 باي 5 ايكوالز 125، 2 باور 3 يعني 2 باي 2 باي 2 ايكوالز 8 ملتبلاي 1 اوفر 5 باور 0، اي حاجه باور 0 بتكون ايكوالز ال 1. تمام نعمل سمبليفاي اولا نكتب ده لو سمحت يطلع لي بره، استناني هنا بس كده عشان ده كلام ناس كبار. 8 ديفايد 4 ايكوالز 2، طب 125 ديفايد 25 ايكوالز 3 ايكوالز 3. دايما بنكتب اللي هو الكوشنت مع عند الجريتر، يعني 125 ديفايد 25 بيديني ايه 3، هيكون الانسر هنا 3 اوفر 2، يبقى الانسر هنا هيكون ايه 3 اوفر 2. شوف اللي بعديها دي سهله جدا، 1 اوفر 5 تو ذا باور 2، 1 باور 2 1 5 باور 2 ايكوالز 25، نيجاتيف باور اود ايكوالز نيجاتيف 2 باور 3 ايكوالز 8. لو ركزت هتلاقي اصلا قررت النهارده كتير، 3 باور 3 يعني 3 باي 3 باي 3 هيكون ايكوالز 27، مالهاش سمبليفاي طبعا. طب هي النيجاتيف باور ايفن كنسل النيجاتيف، 4 باور 4 دي اقول لك انا دي فعلا ممكن نعملها على الكالكوليتر، دي ممكن نعملها على الايه الكالكوليتر، يعني لو عملناها على الكالكوليتر بس معايا كده هيت قول له هنا 4 اوفر 5 او لازم نعملها برضو في براكت 4 اوفر 5 واقفل براكت، لازم تقفل براكت اطلع بره كده اقفل براكت، واقول له هنا to the power a power كده واقول له 4 256 over 625 يبقى 256 over 625. تمام كده تمام.
تمام مش شوف اللي بعديها. هنا بيقول لي برضه هنعمل convert هنا الميكسد نمبر دي to improper fraction 2 by 1 2 plus 1 هيكون equal 3 over 2 to the power 4. 3 power 4 احفظها 81 و 2 power 4 احفظها هيكون 16 وبس كده. طب ديتا مستر عادي برضه نفكها نيجاتيف باور اي بتتكنسل 3 باور 2 ب 9 و 9 باور 2 تبقى 81 ملتبلاي 9 باور 2 برضه 81 4 باور 2 16 يعني 4 باي 4 ايكوال 16 ملتبلاي ديت باور 0 ايكوالز ان 1 اي حاجه باور 0 ايكوالز ان 1 ديت تروح مع دي وعندك هنا ريميندر عندك هنا 9 اوفر 16 بس تمام. طب هنا بقى جايب لك اسئله بقى الايه اللي هي السبستيتيوشن يعني هنا بيقول لك ان الاكس نيجاتيف هاف ولكن ان الواي ب 1 اوفر 4 انا عايز الفاليو اكس بلس الواي تو ذا باور 3 ملتبلاي زد باور 3 والله لا حلول كتيره انت ممكن تاخد البراكت ده تطلع الفاليو بتاعته الاول عشان لو انت خايف انك ايه تغلط او لو انت واثق من نفسك ممكن تجيبها كلها مره واحده مش هتفرق على فكره ملتبلاي زد باور 3 اكس بلس الواي اكس بلس الواي هتبقى نيجاتيف هاف بلس الواي 1 اوفر 4 تو ذا باور 3 ملتبلاي الزاد باور 3 اللي هي 4 باور 3 طيب ده مستر نعمل فيه ايه؟ التو فراكشن دلوقتي انت خدت السم بتاعتهم ما تقولش بقى كالكليت هتتخصم لك درجات على فكره انا ما ممكن اخلي التو ديت 4 زي ديت يعني اطلع الدينومينيتورز اخليهم سيميلر ازاي انا اخلي ديت تايمز 2 ودي برضو تايمز 2 1 باي 2 2 2 باي 2 ايكوالز 4 والنيجاتيف دي بتتحط بلس 1 اوفر 4 كل ده all over power 3 multiply 4 power 3 يعني 4 by 4 by 4 هيكون equal 64 ديت الدنومينيتورز بناخد منها 1 4 negative 2 plus 1 هيكون equal to negative 1 multiply 64 وبنعمل بقى في الاخر هنا بنعمل ايه divide 64 divide 4 هتطلع لك في الاخر 16 والنيجاتيف ديت او لو سمحت تطلع لي بره هيكون الانسر هنا negative 16 هيكون الانسر negative 60 تمام. طب هنا لما يجي يقول لي ان الاكس بي كذا والواي بي هاف والزد هيكون نيجاتيف 4 اوفر 3 انا عايز هنا الفاليو بتاعت الاكس باور 2 ماينس الواي باور 2 وفي ملتبلاي زد ركز تعال نطلع دي الوحيده الاول عشان بلس وماينس زد بتبقى رخمه شويه واي باور 2 زد عشان ما تلخبطش مني الواي باور 2 اللي هي بتكون هاف the power 2 multiply z negative 4 over 3 1 over 2 هيبقى 1 over 4 multiply negative 4 over 3 النيجاتيف لو سمحت يطلع لي بره عشان ده كلام ناس كبار وبعد كده كنسل 4 دي مع ال 4 دي هيبقى الريميندر عندي هنا 1 over 3 ابدا بقى اطلع الايه الاكسبريشن اللي جيبها لي ديت اقول له x power 2 minus y power 2 z equals ال x power 2 اللي هو جايبها لي ديت الاكس باور 2 اللي هي نيجاتيف 2 اوفر 3 تو ذا باور اي 2 ماينس الاكسبريشن دي اللي احنا طلعناها بكام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3 وعندي هنا نيجاتيف ونيجاتيف بقت ايه؟ بوزيتيف ركز معايا عشان شكلك بتوه يا باشا ركز معايا النيجاتيف باور اي بنكنسل 2 باور 2 4 3 باور 2 9 بلس 1 اوفر 3 نعملها عامل كالكليتور لا برضه احاول بقدر الامكان اخليك ما تستخدمش الكالكوليتر ادي 9 ودي 3 اخلي 3 دي زي 9 نعمل ملتبلاي 3 وهنا برضو ملتبلاي 3 4 اوفر 9 بلس 1 باي 3 3 3 باي 3 ايكوالز 9 هتكون هنا 7 اوفر 9 احنا كده خلصنا الدرس احنا كده خلصنا شرح الدرس ان شاء الله الفيديو الجاي هينزل لك التمارين بتاعت الليسون وتمارين طويله شويه وعايزك انت تبدا تشتغل بايدك انت الاول قبل التمرين ما تنزل عشان تقيم نفسك ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة ويا ريت زكاة العلم نشره فيا ريت تنشر الفيديو لاصحابك ولزمايلك ولو في اي جروبات انت مشترك فيها اشوفكم على خير باذن الله سلام